أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرف اليوم ضيفنا الأخ علي السومري حبيبنا من العراق. خلينا بالبداية نرحب بالأخ علي، أهلا وسهلا فيك علي. اهلا وسهلا حبيبي جان، واهلا وسهلا بكل المستمعين والمشاهدين اللي ويانا. واحب ارحب بيك اول شيء، وفرصه سعيده انه التقيت بيك. سعيد انه التقيت بالجميع. اهلا وسهلا. على كل حال انا بس اسف كثير، كان شغال اليوتيوب وطلع الصوت. على كل اهلا وسهلا فيك، واهلا وسهلا بالاصدقاء، احييكم اصدقائي، وشكرا شكرا لكم على المتابعه. بصراحه يعني انتم اصدقاء بمعنى الكلمه. علي، يا ريت نبدا ببطاقه مختصره عن حضرتك، تعرفنا على حضرتك، تفضل. اسمي علي كريم من العراق، وبالذات من جنوب العراق. يعني عمري 26 سنة، عندي شهادة بكالوريوس محاسبة، وحياتي عايشة طبيعية، وعندي الوالد موجود والوالدة متوفية وأخوان. يعني هاي حياتي في النبذة عنها جدا بسيطة. يا سيدي، إذا حبيت إنه نبلش بالموضوع بعد أكثر، أدخل بالموضوع أكثر جان، لا لا، أو هو معدل. بس هيك بطاقة مختصرة كثير. يعني نحن بداية كل حلقة مع مجاهر جديد بنحب هيك بطاقة مختصرة، وهذا يكفي. يعني ما قلته يكفي وزيادة بقى. على كل علي، بصراحة أنا كثير فرحان فيك، وفرحان بكل الشباب اللي يختار طريق العقل بهالعمر هذا. يعني وشفنا نحن شبابنا بدأوا يفكروا، بدأوا يشغلوا الجمجمة مثل ما بقولوا إخواننا المصريين. على كل علي، أنا نبدأ طبعا، أنت من خلفية مسلمة واضح. أكيد. خلينا نبدأ مثل ما بقولوا بطفولتك، كيف كان الدين معك؟ كيف كنت أهلك يعاملوك؟ هل كانوا متدينين أو لا؟ تفضل. صراحة جان، بداية الطفولة وبداية الوعي عندما الإنسان شوي يكبر بالعمر، يعني خلينا نقول في 6 سنوات أو أكثر من 6 سنوات، إنه يبلشون الأهل صلي، حتى لو إن كانت صلاة متقطعة أو شيء، إنه التزم بالدين، وخاصة إذا الأهل كانوا ملتزمين يعني من الناحية الدينية. أنا أهلي من الملتزمين، الناس اللي ملتزمين بالناحية الدينية جدا ملتزمين، يعني وما تفوتهم أي مسألة دينية. وهم خلينا نقول الأنساب الهاشمية، فلذلك عندهم تزمت بالدين، التزام بالدين. وأنا طبعا كنت من أشد الناس المدافعين عن الدين، ومن أشد الناس اللي ملتزمين بالدين، يعني بحيث إنه ما تفوتني صلاة الصبح، ما تفوتني إنه صيام، إنه من عمر صغير إنه بلشت صلاة وصيام، أوكي يعني. وربيت ويا إخواني على نفس المنهاج وعلى نفس الشيء، وإنهم شو كان عمرك لما بلشت تصلي وتصوم؟ يعني هيك خلينا 6 تقريبا 9 سنوات. واو 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 9 سنوات، ويعني يتعجب الإنسان من يشوف إنه معقولة أنت صايم، وإنه تقدر تلتزم عن الطعام ومدري شنو وما تأكل وشيء، ويتفاجئون يعني التزام التزام مو طبيعي. مسجد حسينية وهواي أشياء، وبلشت إنهم أكبر والدين يكبر وياي. بس شنو تتفتح يعني عقلي يفتح. أنا أحب من النوع اللي أحب المطالعة، أحب الدراسة، أحب إنه أراجع، أشوف مصادر، أشوف خلينا نقول أحاديث صحيحة موجودة، أتابع شيوخ دين، أقرأ. يعني مو من النوع اللي انتظر احد انه بس يحكي لي، لا، احب انه اطلع انا بنفسي، يصير عندي اطلاع احسن ما اكو انسان يحكي، لان انه الكتب مو هوايه. خلينا نقول فشي هوس انه اقرا اقرا، شكو كتاب يصير قدامي انه اروح اقرا. فقلت لك يعني انسان متدين بالبدايه. اوكي برافو برافو. يعني انا احب المتدينين يفكروا في النهايه. يعني على قولة انت قلت انه في ناس بيقولوا كيف بتقدر تصوم عمرك 9 سنين. يعني انا بتذكر اهالينا كانوا يعاملونا الاطفال الصغار كثير يسوونا صومة العصفوره، يعني صومة العصفوره للساعه ايه 12. لحد العصر، يعني لحد العصر،
نحن كانت للساعة 12 يعني صمت العصفور يعني. فأنتوا للعصر يعني مشددين عليكم. يعطوك مثلا اذا ما قدرت انه يعطوك فتره استراحه معينه يقولوا لك انه هاي غض النظر عن الرب انه هاي ما يشوفه فانت تكمل صيام وراها يعني، لانه التعويد يسوي مساله تعويد تدريب. صحيح صحيح هذا الشيء صحيح. على كل علي طبعا مثل ما حكيت انت بدايه بصراحه يعني مثل اهالينا يعني تدين وتدين من الطفوله يعني. امتى بلشت مرحله انه خلينا نقول عن وعي يعني؟ هلا طفوله اوكي، بس بال 14 15 لما صرت تدخل وتتدين بكل معنى الكلمه، شو الكتب اللي كنت تقراها؟ شو كيف كان تدينك؟ كيف كان شكل تدينك بهالمرحله 14 15 خلينا نقول؟ تفضل. قبل الدراسه وقبل الاطلاع على الكتب شاركت بعده مهمات، انه خلينا نقول منظمات مجتمع مدني بس هي تابعه للجهه الدينيه. هاي المنظمات غرضها شنو؟ مساعدة الناس أكو بيها، والغرض الثاني اللي هو الديني كقراءة قرآن وغيرها وتثقيف ديني. فبلشت إنه أنخرط بعدة أحزاب دينية، إنه أصير وياهم أشوفهم شنو يسوون، أحاول إنه أساعدهم، ويتبين لي يعني من الابتسامة العريضة والبهرج اللي رجال الدين اللي عندهم موجود، انه هم دول الناس اللي اقرب للاله واللي هم اللي اقرب للجنه، هم اللي من خلالهم يعني هاي الناس من خلالها انه راح اوصل انا للمبتغى مالتي، إن الواسطة. الواسطه. اوكي، فبقيت يعني بعد هاي الفتره انه اشوف مواقف انه منافيه للدين، اكو مواقف يسوونها، مواقف يعملونها هي منافية أصلا للدين، يعني أصلا ما موجودة يعني الدين، ولا مثل الدين بصلة. خلينا نقول أكو بيهم عندهم ميول جنسي، بعض الشيوخ خلينا نقول بعضهم متدينين عندهم فد هفوات معينة اللي مثل إنه يبرر لك السرقة بأنه يعني استفادة، يبرر لك فلان فعل إنه صادق فد يعني مرة جميلة عن طريق الدين وعن شيء يوصل المبتغى من عندها من خلال الدين وبعض سوالف الدين. نشوف هيك مواقف انت وانت جاي انه متحمس لشغلة دينية، وشوف هيك مواقف راح تنصفع، وتكررت هاي الصفحات صفحة بعد صفحة. فقلت انه خلي ابلش اشوف الوجه الثاني، الناس اللي ما يحب هالدين منو هي؟ الناس اللي الشيوخ يتكلمون عليها اللي ما يحبونها اللي ما يريدونهم اللي يسوون الملحدين والعياذ بالله يعني. خلينا نشوفه يعني هم يتكلمون عنهم، وابعدوا لا تقرون كتبهم، لا تشوفون توجهاتهم، انتم راح تنحرفون اذا اعطونا انهم راح يسووا لكم هاي شغلات، لا انت تخلطون وياهم. اوكي، قلت انه اذا انا انسان ملتزم، اذا انا انسان متدين، فأكيد إنه ما راح يغريني إنسان معين وراح أمشي بطريقة، وأنا لا أنا أختار طريقي واللي براسي وأنا المقتنع به. فلذلك كانت البدايات هي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الإنترنت موجود نازل جديد، وكانت مجموعات أتذكر مال الياهو قبل أول ما نزل الإنترنت كنا ندخل على الياهو ماسنجر. أسألك قبل ما ندخل بهالمسائل الشك يعني هلا مثلا انت قلت لي انه شفت تصرفات الشيوخ اللي ما عجبتك في اشياء مثلا نصوص دينيه، خلينا نقول اشياء بالدين ذات نفسه هي اللي خلتك كمان يتفكر مره اخرى يعني بالدين. جان قلت لك انه التصرفات مالتهم كونت لي مثل الصفعات، يعني رجال الدين عندهم تصرفات يبررها إلك ويغلفها إلك بغلاف ديني ويعطيك اياها، يقول لك انه هاي شيء مغلف بغلاف ديني بس هو من الداخل فاسد، بس هو مغلف إلك وانت عبال انه راح تقتنع به انت، لان انت ماشي وراه ومغمض انه مش انا ماشي ورا فلان قطيع، سياسة القطيع.
فهو مغلفها لك ومنطق اياها، يقول لك انا بغلاف ديني مغلفها لك، اوكي انه شغله ما بيها يعني ما بيها اي عيوب، بس انت من راح تقعد تفكر تقول انه معقول انه ما الشغله اللي سواها هذا الانسان هل هي ما بيها عيوب فعلا يعني؟ بس من تراجع نفسك تلقاها هي بيها عيوب، يعني شينا او ابينا هي هو عيب يعني، شغلات عيب انه كدين يعني. انا ما اقصد انه اتكلم على الميول الجنسيه، هاي الميول الجنسيه وشغلات كلها هي حريه شخصيه، اما السرقه وتبرير السرقه وغيرها من الامور لا، هاي خلينا نقول موبوءات او شغلات اصلا هي ما تصير، وهم عندهم انه هي فعلا شيء حرام. لذلك قلت لك بلشت انه انخرط مواقع تواصل، اقرا اشوف، جبت مؤلفات من الكتب لعلي الوردي، يعني جبت مؤلفات هواي يعني، اكو قصص انبياء وغيرها وغيرها من الشغلات، جمعت يعني حوالي كتب عديده تفوتني الاسماء، لان الاسماء كثيره والكتب كثيره، انه احاول انه اقرا مقتطفات من عندها، احاول أن انزل صيغ PDF من الانترنت واقرا واقارن، اسوي مقارنه بين هاي الكتب الدينيه وبين هاي الكتب اللي يقولون عليها هي كافرة أو إلحادية، وأقارن بعقلي مو بغريزة، الغريزة شيء والعقل شيء، إذا قارن اليوم إحنا بغريزة إذا إحنا راح نساوي ويا الحيوانات، لأن الحيوان راح يمكن أكثر شيء راح يتحكم به غريزته. كانت أول مداخلاتي وأول نقاشاتي مجموعة بيها متنورين، بيها واعين، بيها ناس واصلين جدا، تحضرني أسماءهم حاليا اللي هم سيبرينج وأغرو ومجموعة من الأصدقاء اللي أترادموا بالمجموعة هي نفسها ما في فيسبوك، يحضرني اسمها، ناسي اسمها صراحة لأن جدا قديمة كانت هاي المجموعة وراحت انغلقت غلقوها صراحة عن وقتها أتذكر، يمكن التنوير اسمها المجموعة أو يعني يفوتني الاسم مالتها، فانه كنت انه ادافع انه اجي اقول لهم لا انتم لازم تبرروا لي، انزل فد منشور معين اقول لهم انه هذا الكلام صحيح للدين وانتم مخدوعين، بس هم كانوا يبرروا لي يقولوا لي علي انت لا تاخذ كل الامور سلبيه، خذها بايجابيه. علي انت معي؟ يظهر بس الكونكشن، اصدقائي الكونكشن الاخ علي وقف عنده. لا طبعا مثل ما بتعرفوا انا اشكركم على المتابعة، بس متفقين عليها وياي جان اكيد اكيد علي. هلا رجعنا الاخ علي، في شباب عم يسالوك خلفيتك سنية ولا شيعية؟ لا خلفيتي شيعية. خلفيتك شيعية، أهلا وسهلا فيك علي. على كل حال شباب طبعا الأخ علي مثل ما خلفيته شيعية. الجملة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة ما سمعناها، إذا بترجع تعيدها ما بعرف. جمعت يعني انه اكثر عدد من المنشورات، اكثر عدد من الكتب اللي موجوده عندي، وظليت اقارنها بين الكلام اللي قالوه عندي بالمجموعه وبين الكلام اللي موجود عندي اصلا هو بالكتب، وقارنت بالتاريخ وبالملاحم القديمه وخاصه بالملاحم السومريه، ملحمة جلجامش او غيرها من الكتب او غيرها من المقتنيات الاثريه اللي قدرنا انه نترجمها او قدرنا نجيب لها نصوص صحيحه مترجمه، وطلعت انه هوايه عندنا قصص موجودة بالقرآن أو موجودة بالتوراة أو موجودة بغير كتاب ديني هي نفسها مستنسخة يعني. يعني هم كوبي بيست قرآن، كوبي بيست فلان كتاب، يعني ما تختلف أي اختلاف عنها، مجرد أساطير ونشوفها زين. بحكم الأقدم أكيد عندنا الأساطير السومرية وأكيد عندنا باقي الأساطير، هي أقدم من التراث الإسلامي أو غير تراث أو من غير دين، فبلشت انه اتنور وبلشت عندي الحقيقه تبين اكثر، ظليت استعير كتب، عرفت ناس اصدقائي لي وقريبين من عندي، ونبلش انه نقرا ونتناقش. بس عندي شك انه يعني لا تنسى انه اكو انسان مثلا خلينا نقول يدخل يخلص الثانويه عامه ودخل جامعه
اوكي انه يفكر هو هاي الجامعه ممكن اسويها 4 سنوات، ممكن اسويها 5 سنوات، ممكن افشل مرحله. بس انت اذا تفشل نهايه يعني تفشل كل عمرك وبالنتيجه ما راح تحصل يعني جنه، فاكيد الناس راح تتهرب من هذا الموضوع. موضوع جدا صعب جدا انه اليوم المسلم او المسيحي او اليهودي يفكر انه بالنهايه راح يفشل وما راح يحصل مبتغاه اللي مرسوم إلى بالدين اللي هو الجنه. فموضوع التنوير او موضوع الالحاد صعب جدا صعب، صعب انه الانسان ينسلخ من العقيده، وصعب انه الانسان ينسلخ من الدين. بكل تأكيد علي، أنا هاي نقطة كثير مهمة لازم نحكي فيها، وتعطيني أقل شيء وجهة نظرك أنت. يعني اليوم الإنسان لما بده يفكر يترك دين، ترك الدين ما هي مسألة سهلة يعني، ولا كان الناس كلها تركت الدين بكل سهولة؟ أو يعني مثل ما قلت، واحد ينسلخ من جلده حتى، يعني لحتى يقدر يبدأ يشكك بهالدين هذا، لأنه ثقافة موروثة من مئات السنين، يعني 1400 سنة خلينا نقول الفكر الإسلامي، ولا 2000 سنة الفكر المسيحي، ولا يعني موروث ثقيل وطويل وشاسع يعني. فما هو سهل إنه الإنسان ينسلخ من هالموروث هذا. يعني أهم شيء في هالمسألة هي الهالة القدسية، حوالي الكتاب هذا او الاحاديث او الشخصيات المقدسه هاي. يعني مثلا هلا انت، انا وانت مثلا المسلمين خلينا نقول، نظروا لشخص هندوسي يعبد البقره راح يستهزئوا فيه يعني بكل بساطه. اكيد طبعا، هو يعني يعبد حجر ويقبل حجر ويسجد على الارض ويحب تراب، وانه راح يكره لانسان راح يعبد بقره. زين، هو شنو الفرق بين التراب هذا اللي انت راح بالضبط. انا بدي منك تقول لي كيف انت قدرت مثلا بالبدايه، كيف قدرت تشيل هاله القدسيه عن النص، عن شخصيه محمد مثلا، عن شخصيه علي، شخصيه الحسين، هل هالشخصيات المقدسه عند الشيعه عند المسلمين عموما، كيف قدرت تشيل الهالة المقدسة؟ كيف قدرت تدخل الدخلة هاي؟ تفضل. اللي 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 بالموضوع الأساس إنه تقدر ترفع القدسية عن شخص معين، إنه يسوي التجربة والخطأ، نظرية التجربة والخطأ. إنه أنت اليوم إذا تكلمت عن فلان من الناس اللي هو عنده هالة وعنده قدسية، وانه الاله خصص لك قدسيه معينه، وانه هذا الانسان انت اذا تجاوزت عليه او اذا قللت من احترامه، انه راح يصير بيك فلان حادث، راح يصير بيك فلان قضاء، راح يصير بيك هالشيء، يعني راح يحصل لك مكروه. انت ان نزلت من مستوى الشخص هذا راح يحصل لك مكروه. طب يعني شنو كلام ما كلام من فلان من الناس، اسب فلان، ابصق على فلان، ما اقدس ولا احد، انا يعني شو انتظر يعني شنو، رب الله خلي اشوف اللي راح يصير لي، شو راح يصير لي يعني، انتظر انتظر انتظر، ماكو فشي يعني، لا نزلت علي صاعقه ولا ضرب ولا ضربت يعني رقبتي، ولا ما 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 بي صاح سليم، ما بي اي شيء. ف هذا هم مبرر انه نرفع القدسيه. فرجعت شويه بالكتب ورجعت بالمؤلفات، قرأت فتش كم حادثة بسيطة للي للناس اللي احنا نقدسها، خلينا نقول شخصية محمد او شخصية علي او باقي الشخصيات مثل الحسين وغيره. فقرأنا الاحاديث اللي موجودة وقرأنا القصص اللي صارت، ومن ضمنها عدة واقعات، كل واقعة اللي صارت باليهود بني قريظة اللي 700 واحد يمكن او اكثر من 700 اللي بنفس الليلة انضربت رقابهم، وكان هناك تحكيم انه شلون نميز انه هذا ذكر بالغ نضرب رأسه وهذا صغير. قالوا لهم انه شوفوا شعر العانة مالته، وهي موجودة يعني وثابتة وغير غبار عليها هاي الحقيقة، انه بقوا الزبير وعلي قطعون بالرقاب وسبوا باقي النساء والاطفال وباعوهم سوق النخاسة. من تجي تباع هو دين الرحمة، دين إنسانية، دين سماح. اللي ارتكبوه اليهود
شنو هو اللي سووه الجرم، تسأل عليه شنو هو الجرم اللي يحق للإنسان إنه يقتل أخوه الإنسان، شنو الجرم أو شنو المسوغ اللي أنا راح أقتل 700 إنسان ومرتاح يعني، وأقول أنا نشرت الإسلام ومحبة وسلام، وين لا السلام هو يعني حديث بني قريظة انه حكم الله، حكم من الله هذا، يعني قتل كل الناس هاي، يعني على ظن اصلا هو محمد، ظن انه بده يسوي عليه مؤامرة، هو شيء ظني اصلا بالبداية يعني، وقتل كل هالناس هو حكم من الله يعني. هو كله حكم من الله. زينب بنت جحش حكم من الله، أم قرفة حكم من الله، فلان حكم من الله، كلها هي أحكام، صفية وزوجها وأبوها حكم من الله، فكل المسوغات كل الجرائم اللي ترتكب هي بأحكام من الله أو مسوغات من الله، واللي يرتكبونها هم الجماعة. زين أنت من تراجع هذا الشيء وتلقى هاي الأحاديث الدموية، وتلقى هذا الإرهاب، وتلقى هاي الوساخة كلها بالدين، هل أنت عاقل وتمتلك عقل وتبرر، أنت تبرر لنفسك وتسامح نفسك على هيك جرائم؟ اليوم أنا ما أقبل على صدام حسين مثلا على جرائم سواها، ما أقبل على هتلر على جرائم سواها، ما أقبل على نابليون، ولو نابليون حصل مؤرخين زينين اللي اليوم يذكرون تاريخه بأحسن وبأفضل صورة لأنه هو إنسان مجرم، أو غيره من القادة، أو غيره وغيره غيره من المجرمين الموجود اليوم. أنا ما أبرر لهم عمل وأبرر كل إجرامهم وأقول ذولا ناس مجرمين، وأرجع أبرر محمد أو أبرر زمانيته أو أبرر عصابته، وأقول لا هذا أوكي دين رحمة، هذا دين إنسانية، اللي قتلوهم اللي اغتصبوهم اللي باعوهم اللي خلوهم سوق النخاسة اللي عذبوهم أبرر لهم. اعطيني رايك ببيع الاطفال، بيع الانسان ذات نفسه يعني. يعني محمد كلنا بنعرف بواقعة بني قريظه وكل غزوات محمد يعني، بس واقعة بني قريظه بالضبط يعني، انه قتل المقاتله خلينا نقول وسبى النساء، واللي زاد عن طاقته راح باعهم في أسواق النخاسة بالشام وبمدينة تانية ما أذكر اسمها. على كل باع يعني، بيع الإنسان مقابل مال اشترى فيهم، طبعا كلنا بنعرف اشترى فيهم سلاح وأحصنة. أعطيني رأيك كان إحساسك ببيع الإنسان، محمد نبي الرحمة يبيع شخص، يبيع إنسان. تفضل. أنا أسأل أي مسلم، وقبل فترة أنا أصير النقاشات وأنجر النقاشات، ومرات توصل تصير جدا نقاشات قوية ويوصل بيها مشادات كلامية، لأن أنا ما أخاف، بالنسبة لي أدخل النقاش وأبين النتيجة وأبين قناعتي الشخصية، لأن المقابل إذا حبي إنه يدخل بنقاش معين إنه نتناقش إحنا أوكي بالحقائق وبالعلم نتناقش، وبالأحاديث اللي موجودة عندنا صحيحة حسب يعني صحيحة اللي عنده هو المسلم اللي ما يقدر حتى إنه هو نفسه يكذبها، وقعدنا أنا ومسلم وخلال أيام قليلة إنه قلت له الإسلام بيه بيع وشراء للإنسان، يعني الإسلام يبيح إنه تمتلك عبيد، يبيح انه تفتح سوق نخاسة، تكلم انه هذا الكلام ما موجود في الدين، هذا الكلام والدين ما بي هذا الشيء، ما بي سوق نخاسة وما بي عبيد وما بي وما بي وما بي وما بي. فطلعت على الانترنت عدة مواقع، راجعت له عدة مراجعات، قلت له السعودية بأي سنة سدت سوق النخاسة والعبيد عندها بعام 1962 بعد مطالبات عديد من عدة أمم، إلا إنه لغت هذا السوق وهو السوق كان موجود لحد وهي آخر دولة كانت فاتحته، يسوق ويرجع ويكرر ويلاسنك ويقول لك لا هذا الكلام منافي وهذا الكلام يهودي وموجود بالدين، واليهود هم اللي خربون الدين والدين سمح وما بيع عبيد وما بيبيع وشراء وما بيسوق نخاسة. طيب قلت له أوكي، قلت له علي بن أبي طالب كانت عنده خادمة، كان عنده خدم، محمد كان عنده خدم،
ابو بكر عنده خدم، عمر عنده خدم، ما كلهم هم ذول اللي انت تحبهم، وانت ذول الناس اللي خلينا نقول تقتدي بهم، هم كلهم عندهم خدم وعبيد. برر لي هذا الشيء انه الاسلام ما عنده. يسكت يعني، وين يعني، وين يروح؟ وين يروح؟ وهي حقيقة وباينة. فلذلك هاي الأفعال كلها إجرامية، هاي الأفعال كلها مو إنسانية. فلذلك هذا الدين كله مو إنساني. فيا جان يعني الحقيقة إنه نحب نوعي أكثر وأكثر، بس الناس ما راح يتقبلون. ليش ما راح يتقبلون؟ لأن إحنا عندنا بعض المسميات اللي هم يطلقونها علينا قاعد تخوف الناس من عندنا، قاعد الناس تبتعد من عندنا، وخاصة إحنا الناس اللي خلينا نقول عندنا في جزء بسيط من التربية أو جزء من الحقيقة أو جزء خلينا نقول من الإلحاد وترك الربوبية وترك الدين وترك كل الديانات. أنا ما أقتصر كلامي بس على الإسلام طبعا، أنا كلامي واضح على كل الأديان اللي بقيت، اللي تاريخها وسخ وسخ ومليان وساخة، وهواية مراجع وهواية كتب وهواية أحاديث تبين هذا الشيء. أنا اليوم تركت فلان دين أنه رحت أبحث بباقي الأديان، رحت أبحث في الزرادشتية، رحت أبحث بالبوذية، رحت أبحث كل الأديان علي، اللي علي قبل ما ندخل بحثك بالديانات، بس في بدي اذكر اصدقائي انه انا بتمنى من الاصدقاء يعني عدم الشتم. هلا هذا محمد الفيفي للاسف الشديد يعني مسلم جاي عم بيسب، ما بدنا شتائم يا شباب، وارجوكم ارجوكم يعني بدون شتائم يعني عيب. اوكي جان خليهم يشتمون عادي يعني، احنا اكو شغله جديده. في شغله علي بس دقيقه واحده، على كل يعني عيب عيب واحد يساويك. واخوي طبعا حكمت هو اللي عم بيكتب بالشات باسم الجهر بالالحاد لانه هو مدير الصفحه، فبتمنى انه تعرفوا هالشيء هذا مشان ما يصير اي شيء يعني. يعني هلا هذا عراقي ازادي كمان، عاشق ازادي اسف كمان يعني. بتمنى منكم شوي الالفاظ وبدون اي تجريح لبعض مشان نعرف يعني مثل ما بقولوا نتواصل، وما بدنا مسبات. وانا طبعا الاخ حكمت اللي بده يسب بده يشيله يعني، فما يعني ما تسوونا افلام مشان نكون مع بعض. على كلنا اتفضل علي، اسف للمقاطعه، وتفضل احكي لنا قصتك بالبحث بالاديان الاخرى. خلينا نقول تفضل. لما تدخل على سلسله من البحث من المراجعات راح تكلفك وقت كلش يعني كلش هوايه، لان انت ما تقدر تحتوي كل دين بفترة معينة جدا بسيطة. انه اوكي قدرت انت ب3 سنوات انه تطلع مراجع وتطلع احاديث وتطلع كتب عن الاسلام وعن القضايا اللي موجودة بيه وعن الجرائم اللي موجودة بيه وعن الصح والخطأ. اكيد انه راح بعد كم سنة راح انه تختم البوذية كلها وتعرف شنو بيها ما بيها، انه بعد كم سنة راح تختم المسيحية وتعرف شنو بيها ما بيها. فلذلك خذت بحث سريع من بعض المفكرين اللي يعترفون بهم هم نفسهم المتدينين أو نفسهم الإسلاميين أو نفسهم المسيح أو اليهود أو غيرهم. فتشوف أنه كل الأديان مشابهة، كل الأديان بها اختلاف بسيط، كل الأديان متقاربة من بعضها، كل الأديان عندها نفس النهج، نهج التشليح، نهج السرقة والتبرير. هذا النهج اللي تنتهج كل الأديان، إنه شلحك ياخذ لك المصاري تبعك وبحجة دينية وبحجة رسمية، وبدون ما أنت راح تعتذر وبدون ما أنت راح تعترض أو تناقش، راح تنقل المصاري اللي عندك وأنت الممنوع.
بالعكس بالضبط، يعني تعطيهم فلوسك وعم تضحك وفرحان انك اعطيتهم فلوسك. يعني هاي نظام الاديان كلها، يعني بدون استثناء ولا دين اصلا، يعني ما فيه هالسبوبة لرجال الدين. فكلها مشابهة من بعضها، مهما انه تقدر تراجع الزرادشتي او غيرها، واللي هي مقاربة للاسلام، جدا مقاربة. مهما تراجع بقية الاديان، هي كلها مثل ما يقولون وجها لعملة واحدة، كل الاديان. فقلت لك انه فكرة عيش بلا دين هي انظف فكرة، ما تحتوي الا على كيان الانسانية. انت كانسان عيش بانسانيتك، عامل الناس بإنسانيتك. اليوم مو الدين اللي راح يعطيني الأخلاق، اليوم مو المذهب اللي راح يمثلني أمام الناس، اليوم راح تمثلني شهادتي، اليوم راح يمثلني عقلي. اليوم أنا من أقعد بالامتحان، ما راح ينزل لي إله أو ما راح ينزل لي ملاك إنه يمتحن بدالي، لا، عقلي اليوم هو اللي راح يخلصني. علي، برأيك هلا، خلينا، انت كنت مسلم يعني سابق، و اذا بتقارن اخلاق المسلم بين اخلاق الملحد، شو كيف بتقارنها؟ تفضل. أكو فرق بين أخلاق الاثنين. إنه المسلم إذا لقيته خلوق، راح يقول لك أنا خلوق مشان سبب. شو هو السبب من تسأله؟ يقول لك إنه الدين أمرني بذلك. طيب، أوكي، الدين أمرك إنه أنت تصير خلوق أمين، ما تعتدي على الناس، ما تقتصر للناس بدون سبب، ما راح تعتدي على أحد، بس أنت شنو؟ مقيد بسلاسل، لأنه الدين أمرك، لأنه فلان أمرك، لأنه صار عندك أمر معين، أنت مأمور، أنت مو حر تصرف. أوكي، شلت الدين من عندك، خليتك بدون دين، شلون راح تتصرف؟ يعني راح تعتدي على الناس، يعني راح تسرق، يعني ما راح يصير عندك كل الحرية إنه تعتدي على الناس، تغلط، تسب، ومثل ما جاي يسوون المسلمين، يسبون ويغلطون، وراح يسوي كل الأشياء الفظيعة وكل الفواحش اللي هم يقولون عليها فواحش، لأن يعني أنت ما راح يصير عندك زين. طيب، إذا أنا مثلا ملحد وعندي أخلاق، وأكو ملحدين عندهم أخلاق، وأكو ملحدين ما عندهم أخلاق، وأكو مسلمين عندهم أخلاق، وأكو مسلمين ما عندهم أخلاق، بس هذا الإنسان الملحد، أو الإنسان اللاديني، أو الإنسان الربوبي اللي عنده أخلاق، هل أكو أحد أمرك أنه يصير عندك أخلاق؟ من سئل هذا السؤال؟ لا. طيب، أكو فد مسألة ذهنية، مسألة عقلية، فشي أنت مقيد بيه اللي خلاك أنه تلتزم بأخلاقك؟ يقول لك إيه. طيب، شو هو هذا الشيء؟ يقول لك الإنسانية، أنا إنسان أعاملك بإنسانية، وأنت إنسان مفروض من عندك أنه تقابلني بهذا الشيء، فأنا أنتظر الشيء اللي راح يطلع لي من عندك، راح يبدر لي من عندك. شنو هذا الشيء؟ فأنت أكيد من راح تعامل إنسان بإنسانية، هو راح يبادر لك بالإنسانية. فأنت اليوم من تعامل إنسان ملحد فبإنساني، أكيد راح يكون رد إنساني، أكيد راح يكون سوي وياك، أكيد راح يكون خلوق وياك، لأن هو ما عنده شيء أمره، ما عنده شيء حكمه. مسألة الجنة والنار أنا أعتبرها يعني فالشيء انه انت تنتظره بالدنيا، تنتظر افعال معينه انت اليوم تسويها، تجمعها حتى تحصلها بالنهايه. شنو الفرق بين شارب الخمر بالدنيا عن شارب الخمر بالاخره، ان كانت اكو اخره وان كانت اكو جنه؟ فرق وقت، يعني فرق توقيت. يعني بدي اسالك علي، يعني لما بتفكر هلا انت كملحد، لما بتفكر انه الجائزه الكبرى للمؤمن انه يؤمن ويصلي ويصوم ويطج ويركع مثل ما بقولوا، ويقضي حياته ورا هالخرافه هي، بالنهايه الجائزه الكبرى جنسيه، يعني ما في غير هالجائزه. فضل بكارة عنده 77 وحدة، فضل ما عنده شغل وعمل، انه هو بس من الصبح لليل انه يفض العذراوات، وانه الله يقعد يخيط له
يخيط بالعربات، وانه هو يفض للصبح انه يرجع ويفض، وهاي حياته اللي راح يعيشها. يعني هو يعني هذا المخ اللي هنا محشه تبن عنده، وانه يفكر انه بس يفض عربات، والله والملائكه يخيطون له انه ورش البكاره مال العربات. يعني اظن هي دورة تعذيب، يعني اذا الى الابد تعمل نفس الشيء مهما كان لذيذ بالنسبة لك، بس يعني طيب وبعدين لازم يكون في تغيير في 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 في, في ماكو ماكو اي تشينج، ماكو بالموضوع اي تغيير، ماكو بالموضوع، مجرد نزوة، مجرد احتقار شخصية المرأة، مجرد انه يحصل كل رغباته اللي هو ما قدر يسويها بالدنيا. انت صوم عن الدنيا وروح افسد بالآخرة، وروح ارتكب اي شيء يسوي بالآخرة. قلت لك مجرد توقيت، لا اكثر ولا اقل، انه فرق بالوقت، انه اليوم انا حي بهاي الدنيا، اوكي ما راح اسوي اي شيء، انتظر الاخره وافوز بها، انت فزت بها، وانتظر 77 امراه و77 حوريه، وانا انتظر عندي خمر مفتوح، ماكو علي اي ضريبه، وماكو علي اي حرمان، وراح اشرب الخمر واحافظ على ذراوات. يعني هاي هذا العقل، يعني عندك عقل انه يفكر بهذا التفكير؟ والله يعني برأيك ليش الجائزة الكبرى خمر النساء؟ يعني خمر النساء وعسل وحليب. أنا دافع. ليش الجائزة الكبرى خمر النساء وعسل وحليب يعني؟ جاني جوز بقلاوة يوزعون يعني بالآخر، احنا ما نعرف يعني جوز حلاوة دهينة، ليش نتوقع احنا؟ بقلاوة لو كانت موجودة بزمن محمد، يعني ما أظن كان وفر البقلاوة، أكيد كان حاطها ضمن شو بيسموها هاي الملذات، يعني ملذات الآخرة، بس ما كان في بقلاوة على زمانه، فما حط بقلاوة ما بيعرفها الزلمة. جان اجى بوقت معين. يعني انت ايش تتخيل انه الانسان، خلينا نقول قبل كذا الف سنه، قبل مئات السنين، انه شنو يفكر، شنو تفكيره الانسان، شنو كان تفكيره قبل؟ انه كان تفكيره قبل نساء، خمر، ملذات، حليب ابل، لحم، غلمان، مخلدين. هاي حياه الانسان انه هو اللي يفكر بها، قابل يعني انه هو يفكر بماجستير، او قابل يفكر بدكتوراه، او قابل انه هو راح يفكر يبني له مصنع، او يصنع له طائره، او يصنع له شيء. طبعا ما راح يفكر، هو كل تفكيره هاي الاشياء الانسان قبل، مختصر انه على هذا الشيء. لذلك الهرطقه وغيرها يطلقونها على اي مفكر، حقهم، حتى الانسان ما يفكر، يريدون يبقى الانسان بتفكيره المحدود، انه يبقى تفكيرك محصور ضمن حيز واحد ما يعبر هذا الحيز. علي، في عنا سؤال من الأخ كريم الميموري، عم بيقول عم بيسألك إلك طبعا، عم بيقول ما مدى تقبل الشباب من أصدقائك لأفكار التي اقتنعت بها؟ البعض من الأصدقاء حاول إنه يبتعد عني، والبعض من عندهم حاول إنه على رأيه طبعا يصلحني، البعض من عندهم برر إنه أنا مصاب بالجنون، البعض الآخر لا، قبلني طبيعي، يعني طبيعي وجدا طبيعي وإنسان حر، بس القلة القليلة. فأكيد يعني كل إنسان حريته الشخصية، وكل إنسان يريد يتقبلني أو ما يتقبلني بهذا المجتمع. صحيح. يعني بدي اسالك، انت حاولت تجهر بالحادك بوقت الالحاد، شو صار لك مع الحد؟ شو صار لك يعني تقول انا ملحد بذات نفسك؟ تفضل. تقريبا سنتين أنا موجود على الجروبات أو على المجموعات على الفيسبوك، وصورتي الشخصية وكامل عناويني وشغلي موجودة على صفحتي، وعادي أنزل منشورات وأناقش ناس وأنزل حقائق وأبين للناس، طبيعي جدا يعني. فماكو قبل أكو قناة استضافتني أو يوتيوب أو فتح حوار صار معين، مجرد شغلات كتابية أكثر شيء، يعني مو مرئية. يعني من قبل سنتين، من قبل ما كنت أنا بالعراق. تمام. شو ردة فعل أهلك مثلا إذا
سمعتني رد فعله صراحة ابتعدت يعني من مدينتي ومن عائلتي وانتقلت لغير مدينة بسبب هذا الشيء. يعني فكرت انه ما راح اتعايش يعني ويا الاهل، انه ما راح يتقبلون من هاي الفكرة. فالاهل ما عندهم معرفة جدا قوية بهالمواضيع وبهالتسميات، اللي نقول الوعي او التنوير او الالحاد. عندهم انه نظرية الشيوعي، واكيد معروفة عند الناس القديمين كلهم انه اللي يفكر بهذا الكلام هو شيوعي، ففكروني انه شيوعي. طبعا هو شيوعي، فمن ضمن النظريات اللي هي نظرية التطور او غيرها يدعمونها الماركسية او الشيوعية. فقالوا ان انت شيوعي وتوجهاتك الشيوعية وهذا الشيء غلط، وانت ضر نفسك وضرنا وياك. فانه ابتعدت، انتقلت وعشت بوحدة بغير مدينة، وحتى قررت انه اشتغلت وساعدت نفسي وكملت دراستي على نفقتي انا خاصة، فابتعدت شوية عن العائلة. بس يعني اتصل بيهم واطمن بيهم، وحاولت انه ازورهم مرات قليلة، وبعدها هاجرت لاوروبا ما بقيت. لان الصراحة اللي متنورين او الواعين او الملحدين ما لهم مكان هذا المجتمع الإسلامي، ما إلهم مكان ضمن هذا الحيز اللي موجود عندنا إحنا مجتمعاتنا العربية خاصة. ما راح يتقبلونك يا أخي، لو بعد 100 سنة ما راح يتقبلونك. بس إحنا نقول إنه عسى ولعل يجي يوم من الأيام إنه الناس تظل تفكر، الناس تبدي تشوف طريقها وتترك الدين، أو مو تترك الدين نهائيا، بس خلت حاول انه تبتعد عن الشيوخ، خلي انه تميز هذا الشيء بعقلها بإرادتها بدون هالمغناطيس. علي، بدي اسالك شو رايك فكره الجهر بالالحاد، انه نحن كملحدين نجهر بالحادنا ونفكر بصوت عالي ويسمعونا كل الناس؟ يعني وانا طبعا لما اقول الجهر بالالحاد، طبعا اللي ما عليه خطر لا جسديا ولا نفسيا. تفضل. جان احنا موجودين شاء ام ابوا، موجودين بينات، موجودين بعوائلهم، موجودين كل البيوت. احنا موجودين من مئات السنين، مو اليوم طلعنا. احنا الناس اللي ما عددين، احنا مو اليوم بيننا الاف غيرنا، وحتى الناس ضحايا انطينا احنا الملحدين. واكثر المثقفين واكثر الناس اللي واعين، وما احد يجي وينكر، اكثر اللي واصلين، اكثر الحائزين على نوبل، اكثر الناس اللي مكتشفين اللقاحات الادويه هم ناس ملحدين. فشاو ام ابو هم راح يفكرون بينا وراح يحسبوننا مليون حساب، اذا مو مليار حساب، لان احنا اللي نسيطر على اكثر شيء موجود بالعلم، على اكثر شيء موجود بالدنيا. شنو إنجازاتهم هم؟ شنو إنجاز المسلم اليوم؟ إنجاز المسلم الصلاة، إنجاز الزكاة، إنجاز يشوف طريقة معينة يخترع بها حرب، هاي إنجازاتهم. بالضبط، هذا كنت أقوله. إنجازاته شايفينها نحن بسوريا، وشايفينها بالعراق، شايفينها باليمن، شايفينها بليبيا، شفناها بأفغانستان، باكستان، الصومال. حدث بلا حرج يعني إنجازات الإسلام المبدعة. على كل علي، في عندي سؤال من الأخ راجع عم بيقول: هل تشعر بالوحدة بعد الإلحاد؟ الصراحة مريت بمرحلة من العزلة النفسية، بس ما كانت بسبب يعني الإلحاد، وما كان يعني ما كان اكو تبرير شرط الالحاد او شرط الوعي نهائيا. انا دخلت بعزله يعني بسبب هواية عوامل، انه تركت الدوله اللي عشت بيها 24 سنه او 25 سنه، وتغربت وطلعت من غير مكان ثاني. فاكيد انه ما راح اشوف ناس
اللي انت تحبهم، اللي انت تمشي معاهم، اللي انت بصادقهم، اللي تحكي معاهم. اكيد انت ما راح المجتمع هذا، ما راح تعرفه شلون راح تنخرط بهذا المجتمع الاوروبي، ما تعرف العادات التقاليد. فهاي ال... هاي هذا يعني السبب اللي صارت عندي من ناحية عزلة، وصارت مشاكل شوية عندي. بس بعدين لا، جدا عادي، انه وقتي خصصته اكثر شيء انه ثقافة، دراسة، ورياضة. حتى اليوم انت من اتصلت بي وبعثت لي رسالة، كنت انا بالجيم. يعني اكثر وقتي انه جيم ودراسة، دراسة لغة عندي، وخلصان وقتي يعني. برافو وخاصة برافو. بدي أسألك عليه، يعني نحن شفنا ظاهرة الإلحاد هون في العالم الإسلامي، خلينا أو الشرق الأوسط شمال أفريقيا اللي بسموه بالعالم العربي زورا وبهتانا، يعني ظاهرة الإلحاد ما ظهرت إلا بالفترة الأخيرة، الكم سنة الأخيرة يعني. وعلى هالظاهرة هي شفنا شيوخ الأزهر وشيوخ السعودية، يعني بزمان مئات، بنقول أقل شيء يعني، هي مئات يعني بصراحة، البرامج، الحملات. برأيك شو السبب خوف هالشيوخ هدول من الملحدين بالضبط؟ تفضل. مصالحهم تروح أكيد إذا كثروا الملحدين وكثروا التكفير، خلصت. ما راح يشوفون لا مصاري، وما راح يشوفون دلال، وأكيد انتهت كل حياتهم إذا صاروا هاي ملحدين. لعد هم على شنو عايشين؟ شنو السبب اللي عايشين عليه؟ يعني شفت لك واحد بيهم مثلا حداد ونجار أو صاحب تجارة، أغلبيتهم هم عايشين على النقص، مثل ذاكر نايك وغيره وغيره من هالقراقيز اللي يطلعونه يوميا يوميا 100,000 واحد يطلع عنه، ما اعرف شنو ما شنو. فاكيد هم عايشين على هذا المسلم، على ذاك المسلم. فاكيد انه يخاف على مصلحته، يخاف على مكانه، يخاف على قدسيته. هو يقدس له في الدين، هو يعبد له في الدين. فاكيد يخاف انه من زوال هذا الدين، فاكيد انه راح يحاربك ويحاربني ويحارب اي شخص انه يفكر بعقله. قلت لك عندهم حيز، هم ماخذينه، ما يريدون انه الانسان يعبر هذا الحيز ويفكر. يخلون الانسان على قد هذا الحيز يفكر، وبعد ما تعبر وكل شيء حرام. انت اذا فكرت، اوكي، الله خلق البشريه، زين منو خلق الله؟ هذا راح يعتبر كفر، وكثير من الناس تراوغ يشكوا، وكثير من الناس تسال هذا السؤال. بس ما راح يخلونهم انه يكتشفون، ما راح يخلونهم انه يبقون، خوفا على مصالحهم الشخصيه. هذا السبب. صحيح، حقك بصراحة، حقك يعني. وهي هي السبوبة، المشكلة يعني انه هالمشايخ هدول ولا السياسيين ولا كل الناس هي يعني خايفة على السبوبة. لولا جهل الناس لكانوا هن اصلا مثل ما قلت، يعني شو مهنتهم؟ ما عندهم مهنة غير سرقة الناس، يعني ان كان السياسيين وان كانوا رجال الدين. يعني رجال الدين يكون واحد حمار حش السام، معين لو فالح بالمدرسة له شيء بروح بحفظ لي كم آية، بطلع بخطب الناس، الناس كمان جاهلة ويزيد في جهلهم، ويلا تفضلوا تبرعوا يا شباب، تفضلوا تبرعوا للشيخ ولا فلان شيخ ولا في عندي سؤال من الأخ كريم، عم بيقول: ما هي الطريقة التي تراها مناسبة لتنوير الشباب للتخلي عن الأفكار الدينية؟ الصراحة بالنقاش، وأتمنى أنه يكون النقاش بدون أي إزعاج في الطرف الثاني، إن كان مسلم، إن كان مسيحي، إن كان يهودي، إن كان من أي ديانة. يبدي النقاش أنه تنطي الشغلات اللي أي شاب تتبادر لذهنه، أو هي اللي إحنا نسميها الشكوك أو المريبة. تبدي بطرح الشغلات المريبة. بالنسبة لي كشخص، يعني عندي هواية مجموعات على الإنترنت، أدخل أنطي فد موضوع مهم وبيه فد شرح معين، بس ضمن هذا الموضوع أو الفحوى مالت الموضوع هي فحوى دينية، هي فحوى بها أسباب ومسببات، هي فحوى بها غرض معين، يعني منشور لغرض معين، بس الغرض
الا تفكر بي يلا تعرفه يعني. ف مرة من المرات نشرت منشور وكان بصور تاريخية للرجال الكبار بالعمر متزوجين بنات صغار يعني تحت السن القانونية، وقلت بعض الصور لنساء تحت السن القانونية تزوجوهم ناس كبار، وصور أخذتها من أفغانستان، أخذتها من العراق، أخذتها من سوريا، أخذتها من الدول المسلمة، وخليت المنشور ونشرته بمجموعة تاريخية، فصارت ريبة، صار شك، صارت ناس تعلق شو السبب وليش، وأنا بديت إنه أنطيهم السبب سبب ديني، وبدأوا يستفسرون من عندي. ناس أكو ما تعرف جان، أكو ناس ما تفكر، أكو ناس ما قارئ، أكو ناس ما يحب حتى إنه يراجع هيك مراجعات ويشوف. الشيعي أنطيته مصادر شيعية من كتب الخميني أو غيره، والسني أنطيته مصادر سنية على التزويج بالعمر الثمان أو بالعمر التاسعة، اللي ناقشني أنطيته قضية عائشة ومحمد وبأي سنة تزوجها وبأي سنة دخل عليها، فصارت يعني صارت عندهم مشاكل نفسية. هو نفسيته من جوه تتعقد، نفسيته من جوه تظل تفكر، هو داخله يظل يفكر انه يعني هل النبي هذا العاقل المتنمر اللي يوعي الناس دخل على وحدة عمرها 9 سنوات؟ معقولة؟ زين شلون يعني؟ فيدخلوا لك كم واحد غبي يسولف لك بالمناطق الحارة والباردة ويقول لك انه اكو بعض مناطق ها حارة ها باردة، اكو بعض يعني من الغباء يحاول انه يلقى مبرر. تعرف انت جماعتنا المسلمين انه لازم يبرر لك بعض المواضيع ويقعد يتكلم لك بالمواضيع الحارة والباردة انا احب انه النقاشات تكون سلمية ودودة حتى الناس تستفاد من عندها اكثر، ما تكون نقاشات بمجموعات تابع للملحدين، لا مجموعات ما تابعة أصلا للملحدين. وأشوف الإنترنت هو أنسب مكان للنقاش، أنسب مكان للتعامل ويا الناس المتدينين أو حتى الشيوخ. فأنا أرتئي إنه الملحدين أو المتنورين أو غيرهم يلقون المكان المناسب حتى يبثون أفكارهم ويبثون اللي عندهم اللي بنواياهم الصريحة. أما بغير مكانات لا، راح تتهرب الناس. أكيد أكيد. أنا أشكرك علي. طبعا في الأخت رجاء، أنا آسف كثير، أنا فكرت كان رجاء يعني فكرت شاب أو يعني رجل يكتب، وأنا آسف كثير أختي رجاء. أنا أخذت المعلومة، أختي رجاء هي فتاة. على كل بدي أسألك علي، اليوم لما بتشوف خلينا نقول الإرهاب، المجازر الداعشية أو من الطرف الشيعي أو من الطرف السني، يعني كلهم من مصدر واحد، شو بتفكر، شو بتجيك الأفكار اللي يعني كيف توصفها، كيف بتفكر فيها، كيف بتشوفها؟ كل طائفة راح تبرر لك أفعالها، إن كانت طائفة سنية أو كانت طائفة شيعية. الشيعي راح يبرر، السني راح يبرر، وأنت تقعد تقرأ بس التبريرات اللي يشوفها من هاي الأطراف المسلمة. وهو بالنهاية كله جرم، كله ترهيب. بس أرجع وأقول سبب مو بالقادة، سبب مو بالشيوخ، سبب مو بالطوائف نفسها، سبب بالناس نفسهم اللي يتبعون هاي النماذج العفنة، هاي النماذج التعبانة، هاي النماذج اللي ما راح توصلهم بيوم من الأيام للطريق اللي هم معتبرينه المختصر أو طريق الهداية أو طريق الحق. هذا مو طريق حق، هذا طريق فشل. فلذلك السبب هو أصلا بالناس، لأن الناس حتى هذا المقافض. فماكو تبرير لأي طائفة، ماكو تبرير لأي جهة. جرم يبقى جرم، والجريمة هي جريمة إن كانت من أي طائفة معينة. والحقيقة كل طائفة تريد تلغي الطائفة اللي ضادتها أو المضادة وياها، إن كانت
السنية أو الشيعية أو غيرها، ليش تريد تلغيها؟ سيدي العزيز، تريد تلغيها حتى تحكم. منو اللي يحكم هاي الأمة كلها؟ منو اليوم أنا لازم أزيد أتباع الطائفة الشيعية، تريد أزيد أتباع الطائفة السنية، تريد أزيد أتباعها؟ صراع على الحكم، مو صراع ديني، مو صراع نجاة، صراع على الحكم. هذا صراع على الحكم، صراع على السلطة. كل جهة تريد السلطة. بالعراق الشيعة يريدون السلطة، والسنة يريدون السلطة، سوريا كذلك، العلوية والسنية والدرزية، كلها صراع من أجل السلطة، كلها تفكر على هذا الكرسي الدموي. منو راح يسيطر على هذا الكرسي الدموي؟ منو اللي راح ياخذه وراح يستفاد من عنده؟ وهم عندهم البيادق، وتعرف أنت اللعبة البيادق بها، فالشي ما معتبر، ما محسوب. فالطوائف اعتبرها بيادق، وهي لعبة مال الشطرنج، وتروح وترجع آلاف الضحايا، وما حد حتى يفكر إنه شو سبب الحرب من زمن علي والزبير ومعاوية لحد هسه. العراق خرب، العراق تدمر، وما حد يجي ويقول لي إنه الطائفية شيء جديد بالعراق. لا، مو شيء جديد بالعراق، الطائفية شيء قديم جدا، قديم جدا 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 قديم، في تاريخ الطائفية من مئات السنين. اليوم مو اليوم احنا شفنا الطائفية، الطائفية موجودة من زمان، وإذا رجعنا لها على أساس هو صراع سلطات مو صراع ديني أساسا. بس الدين حلو. شلون حلو؟ إنه يصوغ لك أي شيء، أي كذبة، أي حقيقة، أي 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 شيء، أي شيء مزعج، إنه يصوغه لك صياغة جميلة وبابتسامة عريضة. يعني شلون ابتسامة علي الجفري هاي المزيفة اللي هاي اللي يطلع بيها من يناقش عزيزي وعزيزي، بس بعدين انت من ضده وتشوف انه انسان علماني، لا يبدي يفتح يضل بعيونه عيونه هيك لما علماني. يفتح اذا شاف انسان علماني. فاكيد يعني قلت لك انه صراع سلطوي، بس الدين يغلف، انه يغلف لك اي شيء حاقد، اي شيء، اي جرم يغلف لك، حتى انت تندرج ضمن هذا الجرم، وانت تروح شهيد او تروح قتيل، وانت سعيد يعني، فرحان، فرحان قوي بالشهادة، فرحان قوي انك مقتول ورايح. فيا سيدي هي هاي. صحيح صحيح، وللأسف الشديد نتيجة دمار أوطان، نتيجة صرنا في ذيل الأمم، نتيجة صرنا صارت الناس تتعطف علينا، ويعني تشوف المفارقة، يعني الناس تتعطف علينا ونحن نعتبرهم كفار ونعتبرهم. أكيد. أنت بدي أسألك علي، انت كمهاجر يعني لما تشوف هلا خصوصا بيطلع المسلمين المهاجرين بيجوا على اساس ومفكرين انه دمهم انظف من دم هالناس هي اللي جايين لعنده، واللي هن اصلا حيوينهم، يعني اللي هربان من الحروب، هربان من قتل، من الدمار، وجاي شحاد على باب الناس، يطرق باب الناس، وجاي بنفسية عالية انه هذول كفار. يعني كيف بنظلم؟ لحد البارحة بالليل عندي صديق، إنه أنا رايح عليه زيارة من بيته، إنه قاعد تكلمني، عنده صديقة جديدة وشي. قلت له ليش إنه ما تفكر إنه ترتبط بيها وتتزوجها أحسن لك من هالعلاقات؟ قال أنا أرتبط كافرة. قلت له ليش، هي شنو؟ قال هي مسيحية وأنا مسلم وهي كافرة. قلت له يعني تتكلم جد؟ قال لي جد. لعد هم دول شنو؟ دول ناس كفار، دول ياكلون الخنزير، دول 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 وغيره من الكلام. فقلت له يعني انت تشرب، انت تزني، انت تسوي كل الاشياء، تعمل بالاسود، وانت هسه يعني لان هي من غير مثل، لان تاكل هي لحم خنزير وانت قلت عليها كافر؟ قال لي كافر، ومصر على انه هي كافر يعني. حتى بعد منه شرحت له وضحت له، وصر قال لا، احنا مسلمين لازم نعتبرهم كفار. فأكبر أغبياء شفتهم في حياتي هم الدول الأوروبية وحكامها، أغبياء بكل معنى الكلمة، جذبوا 3/4 الناس
اللي ما عرفوا هم من أي خلفيات دينية، لأي جهات ينتمون، لأي انتقام، لأنه ده هي ما يعرفون. ويوم يطالع لك واحد إرهابي جديد بألمانيا يفجر، وطالع لك 1000 واحد سيح الله أكبر ويقتل بالأجانب والأوروبيين ويدمرون البلاد اللي يدخلون إليها. ما يوم عمروهم بلاد، هم بلادهم خربوها، ما يخربون هاي البلاد اللي راح يجون بها. أكيد أستاذي أنه راح يخربونها، ما راح يخلونها، راح يعملون بالأسود وراح يسوون كل الأشياء اللي ما تتوقعها أنت حتى يخربون هاي البلاد. ليش مو بلادنا؟ ليش دولة كفار؟ هذا تفكيرهم. صحيح، للأسف الشديد يعني اللي خرب بلاده سهل سهل كتير. هن أصلا خربوا وين ما بيروحوا بيخربوا. أنا شفت فيديو من كم يوم، أظن من يومين ثلاثة، للأسف الشديد واحد هي مساويته المعارضة السورية، على أساس قال السوري إذا الصحراء بيقلبها إلى بستان، أينما ذهب الصحراء يقلبها إلى بستان. طيب إذا كان هذا السوري، يا شباب فتحوا عقلكم شوي، إذا كان هذا السوري يقلب البستان الصحراء إلى بستان، ما كان بالأولى أنه يقلب بلاده إلى بستان بدل ما يقلبها إلى دمار؟ مين دمر سوريا يعني غير خلي يروحون يشوفون حلب، خلي يروحون يشوفون المدن السورية اللي انتهت، اللي سوريا كنت أنا كل صيف موجود بيها وأزورها، وقدمت على جامعة تشرين بيها باللاذقية إنه على إنه أروح أدرس بسوريا، لأن سوريا حلوة، لأن سوريا فيها ناس يعني مثقفين واعيين، وكانت قبلة الأغلب العرب اللي ناس اللي تجيها. وين سوريا اليوم؟ سوريا انتهت وتدمرت، وسبب ديني. شئنا ما بين سبب ديني اللي دمرت في سوريا. اللي دمر سوريا اولاد سوريا، يعني ما حدا اجى من برا، الا السوريين ذات نفسهم دخلوهم، كل واحد جاب عصابته من برا، كل واحد جاب اللي بيدعمه من برا، وحتى بعدين بالنهايه صاروا لعبه بايد العالم. يعني للاسف الشديد اللي دمر سوريا اولاد سوريا. يعني فطالع في المعارضه مطالعه فيديو انه السوري اذا راح وين ما راح الصحراء بقلبها بقى بستان ولا واحه ولا شو كان. يعني اللي عامل الفيديو هذا من النفاق اللي عنده، يعني بدل ما السوري لو بالفعل بقلب الصحراء لواحه ولا لبستان، كان بالاولى فيه انه السوري يقلب بلاده الى بستان وواحه. يعني اللي كان فيه خير شوي، ها يعني مو لجمال الإنسان جمل سوريا، طبيعة سوريا هي جميلة، يعني الطبيعة، مو المدن أشباه مدن أصلا، يعني أسود وأبيض، يعني ما فيها شيء. اللي عمروه السوريين حلب ولا الشام ولا هل، يعني أصلا أشباه مدن، يعني ما أبيض وأسود. ورغم ذلك السوري هذا ذات نفسه، يعني مين من كان يكون، كان علوي ولا السني ولا كلهم سوريين، هن اللي دمروا سوريا. اليوم يجي يساوي لي فيديو انه السوريين وين ما راحوا بيقولوا بالصحراء واحة، شو هالنفاق هذا؟ شو هالانحطاط الفكري هذا؟ تفضل اخوي علي، تفضل. احنا بصراع جدا 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 كبير، وبحرب، خلينا نقول حرب عالمية ثالثة، بس بقوتها ناس من بعيد لبعيد. اليوم السلطة الدينية أكثر انتشار مما كانت قبل، وقاعد نشوف الحرب على اليمن، والحرب على العراق، والحرب على سوريا، والحرب على غيرها، وقاعد نشوف الأجندات التركية وتدخلاتها، وكل هذا سببه إنه شنو هو الدين. الدين 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 اليوم من تسأل لك إنسان متدين أو مسلم، تقول له شنو سبب الحرب باليمن؟ يقعد يخرط لك خريط وكلام ما تعرف أولا من تالية، وراح يطلع لك إنه اليمن معتدين على السعودية، والسعودية رجعوا اعتبارهم بعد الحرب. أوكي، اشرح لي الحرب، حرب السعودية على العراق وداعش، وتغذية داعش بالمال وبالسلاح، وتدريبهم في تركيا، وصابهم بسوريا والعراق، شو سببه؟ راح يرجع ويقول لك ها اكو ظلم،
بسوريا وحكمهم بالعراق للطائفة السنية، وهذا نصر الطائفة السنية بتحشيد مقاتلين وغيره وغيره من الأسباب. يا أخي شعب ما واعي، شعب ما يريد يثق أنه هذا الدمار وهذا الترهيب وهاي الأشياء اللي يصير في بلده وهذا الخراب هو عدم تقبله للثاني. اليوم ماكو إنسان يتقبل الثاني، نفسهم هم المسلمين، واحد يذبح الثاني، واحد يقتل الثاني، وترجع وشنو هي الأسباب تسألهم يسكت ما يقول لك السبب دين، ما أعرف يعني يستحي أو يستهبل هو يعني أو يتغاضى، يعني ما يريد إنه يجرح دينه أو ينطق دينه ويقول لك إنه هو السبب دينه، لا لا، يصور لك مصوغات إنه يطلع لك إنه الدين مو هو سبب الحرب، وإنه هذا الدمار اللي صار والأزيديات اللي باعوهن بسوق النخاسة واللي اغتصبوهن وكلها وكلها ما تمثل الإسلام، كلها ما تمثل الإسلام. بوكو حرام ما تمثل الإسلام، داعش ما تمثل الإسلام، قاعدة ما تمثل الإسلام، حزب الله ما يمثل الإسلام، سرايا ما أعرف من هو ما يمثلون الإسلام، جند الله ما يمثلون الإسلام، حزب الله الغالب كلهم ما يمثلون الإسلام، كلها ما تمثل الإسلام. أريد أسأل سؤال، شنو اللي يمثل الإسلام؟ هو الإسلام يمكن هم ما يمثل الإسلام؟ أو القرآن ما يمثل الإسلام؟ آيات القرآنية اللي بها القتل والترهيب والحرب والغزو والآيات وغير الآيات الأحاديث اللي بها اقتل هذا اقطع هذا سلب هذا اخذ الجزية منهم وهم صاغرون انحر اقطع اسلب، كلها ما تمثل الإسلام. يعني ما يعني وين وصلنا بدرجة من الغباء؟ ما أعرف، ما أعرف حقيقة، أنا ما أعرف يعني الغباء اللي يعني مثل الفيروس ينتشر في الوطن العربي، مثل الفيروس هذا ينتشر هذا الانحطاط، عصر الانحطاط بيكون هيك. يعني لما بنكون منحطين لهالدرجة هي، يعني صار الفكر، هو الفكر الديني فكر قبلي، يعني القبيلة المهم، فكر القبيلة تكون فوق كل شيء. فالإنسان فينا، يعني المسلم المؤمن، يعني يعتبر أي، حتى إذا كان دينه على خطأ سيجرح. جان يقولون لقد وضعنا لكم دستور لما لا نهاية، هذا القرآن والأحاديث هذا الدستور إلى ما لا نهاية، هذا الدستور مالتكم، ماكو ممكن شيء مستجد أو مستحدث راح يدخل إنه ما تلقونه بهذا الدستور وهذا القانون. طيب من تسألهم وتقول لهم هل يجوز أنت تزوج بنتك وعمرها 8 سنوات؟ يسكت يقول لك لا ما زوجها. ليش ما تزوج؟ هاي موجود عندك انت ومحلل موجود عندك بالشريعة والإسلام، زوجني يا هي عمرها 8 سنوات ما بيها شيء. يقول لك لا، مو هذاك الوقت يختلف عن هذا الوقت حاليا، فأنت لا ترجع وتقارن اللي بين الوقتين. اي هو مو دستور ودستور من هذا اليوم اللي كل نزل فيه. زمان ومكان. يعني على كل اصدقائي، انا بتمنى منكم اتصالاتكم فاتح سكايب، انا يا ريت تتصلوا فينا على سكايب وتعطونا ارائكم ونوسع الحوار اكثر وناخذ افكار اكثر ونستفيد من بعض اكثر. علي، بدي ارجع على مساله الجهر بالالحاد. شو بتقول للناس اللي بتقدر تجهر، اللي بتقدر تجهر وما عليها أي خطر وساكتة ما عم تجهر، يعني شو بتقول لهم؟ تفضل. اكو ناس انه تخاف انه تخسر اهلها، اكو ناس انه يخاف يخسر عائلته، اكو ناس يعني حتى لو ما خايف هو كان عايش بغير دولة او طالع هو من دولة اللي بيها موجود او ما عنده ما عليه شيء يعني ما عليه خطر، انه يخاف يخسر الناس او يخاف يخسر مكانته بين المجتمع، لذلك هو عايش ومتعايش يعني بحدود بس اللي اكو هواية ناس انه عادي الوضع عادي يعني عندهم ويقدر انه يجهر ويتكلم ويعطي آراء ويشارك آراء، بس الكتمان يمكن سببه هو انعزالي شوي وما يحب انه يطلع الاصدقاء جدد او ما يحب انه يشارك بافكاره او خجول. فانا يعني من هذا المكان
ومن هاي القناة إنه أحب أقول لهم كلكم شاركوا اللي تقدرون، أو كلكم اللي تقدرون تجهرون وما عليكم شيء وما عليكم خطر، وتقدرون إنه تجهرون وتتكلمون وتعرفون عفوا. أوكي إنه آسف. ولا يهمك ولا يهمك، تفضل تفضل حبيبي تفضل. أو تقدرون تتكلمون، أو تقدرون غيركم ما عنده يعني الفرصة إنه يتكلم، غيركم ما عنده الفرصة إنه أنتم يعني إذا قدمتوا أفكاركم أو قدمتوا هذا الشيء أكيد راح تخلي هواية ناس تستفاد. أكو هواية ناس راح أشوف أفكاركم اليوم، أنا راح يشوفون أفكاري قليلة يمكن، أو مصادر قليلة، أو كلامي ما مقنع، يمكن يشوف كلامك هو راح يقتنع بيه. إذا ما اقتنع بيه وما اقتنع بصديقه جار، راح بكرة يقتنع بيك. أنت راح تغير هواية أشياء، أنت راح تغير هواية أمور بالمجتمع. للثقة بنفسك، انت مو شيء من المجتمع، لا انت في شيء كبير بالمجتمع. فثق انه اذا حبيت وطرحت افكارك راح تغير، اذا ما غيرت راح تغير لك اثنين ثلاثة او واحد، وما بيها شيء. انت راح تثق في مجتمع، انت راح تكون معلم، معلم شنو؟ بافكارك، بطرحك، بكلامك. ونحن نشكر بقية الاصدقاء، نشكر بقية الاخوان اللي دائما هم، أنا أعتبرهم كنز كأمير البحث أو غيره، تحياتي لهم. أعتبرهم كنز خلال أطروحاتهم، خلال مواقفهم، خلال متابعتي لهم، آخذ من عندهم، من مصادرهم، آخذ من كلامهم، أطلع على اللي يتكلمون به، أوسع أفكاري، أوسع نطاقي، أوسع فكري، أشوف، أقتنع أكثر وأكثر، أحاول أقنع غيري بهاي الأفكار الجديدة اللي اكتسبتها. أكيد من راح يشاركونا راح أنا وغيري راح نستفاد من عندهم، بس إذا بقوا خامدين وما راح يشاركون أكيد ما راح يفيدون، بس نفسهم. واعتبر هذا الشيء محرج، فيعني نتشرف إنهم بالأصدقاء والصديقات أو بالأخوة إنهم يشاركونا ويجهرون، إذا كان يعني ما عليهم أي شيء، إنه ما عليهم أي خطر لا جسدي ولا نفسي. بكل تأكيد أخوي، بكل تأكيد. طيب خلينا ناخذ اتصال من الأخ جانو. أخي جانو حبيبنا تفضل. تحياتي حبيبي جان إليك ولضيفك الكريم أخ العزيز علي سومري. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. يوم ورا يوم عم بشوف مؤشرات كثير طيبة وكثير حلوة، إنه شبابنا وحبايبنا عم بيفكروا، فهذا دليل واضح على انه بدأ الفكر الإلحادي، الفكر الرجوع الى الاصل، بدأ يخطو خطوات مستقيمة والى الامام. يعني هذا الشيء كثير يفرحني. طبعا ما شفت الحلقة كلها مع الاسف، لانه كنت مشغول مع سال، انت ما انك فاضي، كنت مشغول مع سال حتى خلص يعني تفضل حبيبي. هي الاشياء طبعا ما بعرف انه هو من خلفيه سنيه ولا شيعيه، بالنسبه لي هو خلفيه شيعيه. اوكي، شو هي الاشياء اللي ضايقت اكثر شيء علي انه من الاسلام؟ يعني شو هي الاشياء اللي كانت بتقول لنفسك هذا الشيء ليش هيك؟ يعني شو السبب انه هذا الشيء موجود؟ او ليش ما كان شيء ثاني؟ يعني شيء أحسن هنا أنا موجود، أو كان بتستفزك أو بتزعجك أو بتضل إنه تفكر فيها، يعني ليش هيك؟ ليش مش بنوع تاني؟ بدي إياك توضح لنا وللمستمعين. تحياتي لكم حبيبي. شكرا شكرا جانو، شكرا جانو. طيب سمعت السؤال أخي علي، هو يعني يقول لي شنو اكثر شيء استفزك؟ انه قبل ما تلحد، شو هو الشيء اللي استفزك في الاسلام او من مذهبك الشيعي بالتحديد؟ طبعا شو اللي كان يستفزك فيه؟ شو اللي كنت تفكر انه هذا غلط، ما بيصير، هذا لازم يكون بشكل اصح والصحيح يكون هيك، يعني بغير شكل؟ تفضل. كل الاصدقاء والصديق اللي سأل
هو يمكن ماكو اختلاف يمكن كبير بين 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 الطائفة هاي والطائفة هاي، لأن كلهم عندهم منطلق واحد ونفس المنطلق تعبان. بس اللي استفزني يعني أكثر شيء، وأنا يعني تكلمت في بداية الحلقة، هي أفعال من يدعون أنهم المتسلطين أو أنهم الأكثر ناس قربا إلى الله، وهم اللي خلينا نقول الأئمة أو المعممين أو غيرهم، يبررون القتل، يبررون السرقة، يبررون كل الكلام اللي نقول عليه مقوش كلام أو الأشياء مو صادقة أو كل الأشياء الوسخة، يبررونها تبرير ديني. يعني كأنه إذا صارت مناوشات بين هاي الطائفة وبين هاي الطائفة، بين مدينة معينة ومدينة معينة، مدينة شيعية مدينة سنية، راح المنتصر مثلا إذا كانوا يعني الحزب الشيعي انتصر على مجموعة سنية في منطقة معينة، راح يجيبون سياراتهم، راح يجيبون غنائمهم ويقولون هاي غنائم. طيب غنائم أنا سامع بها بزمن الرسول، زمن محمد غنائم، زين ذولاك يعني المبرر انه مو اسلام كفرة، هذا المبرر اللي احنا نعرفه، زين ذولا شنو؟ ذولا هم كفرة؟ يعني ذولا منين يعني؟ هو نفس الكتاب، هي نفس القبلة، هو نفس الدين، وانتم اعتبرتوها غنائم، غنائم حرب جبناها. فقلت لك صفعات، ومو بس هاي الصفعة، صفعات هواية. والجانب السيء الآخر هي الأشياء الدموية اللي يرتكبونها. أنت اليوم نشوف الطائفة الشيعية من تقبير وزنجيل وضرب للرؤوس وغيرها تحت مبررات دينية، تحت مبررات طائفية، تحت مبررات إنه لازم إحنا نسوي هيجي لأن هذا راح يقربنا من الله، هذا راح يقربنا من الحسين، هذا راح يقربنا من علي أكثر. وهي كلها أشياء خطأ، وهم يدرون بها أصلا خطأ، بس يعني ما أعرف يعني هم هل مغيبين فكريا، منومين مغناطيسيا، ما أعرف يعني. فقلت لك تكررت الصفعة صفعة بعد صفعة، وأشوف أشياء بعيدة كل البعد عن الدين، بعيدة يعني كلامهم غير، فعلهم غير، فكلهم نفس الوساخة سيد العزيز، كلهم نفس الشيء، يعني كلهم نفس الوساخة، ما يختلفون. هم يعني نفس العلبة، هي علبة معينة كعلبة الكوكاكولا، وزرقاء وصفراء، شيعية وسنية، بس هي تبقى علبة كوكاكولا يعني طبيعية، هي فهم كلهم نفس الشيء. تشبه الكوكاكولا. يعني الكوكاكولا لها فوائدها الصحية كمان يعني، بس هن للأسف الشديد يعني سم قاتل موجود داخل العلبة هي، مهما زينوه مهما فعلوا يبقى سم قاتل، وسم قاتل للشعوب. المشكلة السم إذا أخذه شخص ممكن يقتل ذاته، ولكن السم الديني الناس معه، الدين يقتل الناس معه، مو يقتل بس ذاته، يقتل أمم، يقتل شعوب، ويبرر هذا القتل. اللي الأسوأ في هذا الأمر إنه يبرر ويغطيه بغطاء ويخليه يبين للناس إنه هذا صح، رحمة. الدين الإسلامي. يعني الدين الإسلامي أباد حضارات كاملة، يعني حضارات بكل معنى الكلمة، أو أجل أو أخر الشعوب الموجودة اللي سيطر عليها من التقدم مئات السنين. يعني علي، بدي أسألك سؤال، مين هو علي قبل الإلحاد ومين هو علي بعد الإلحاد؟ مين هو علي المؤمن وعلي الملحد؟ يعني نعرف نحن المسلمين دائما يتبجحون انه ان في راحه نفسيه لانه مؤمنين ومرتاحين نفسيا. برايك انت، بما انك عشت التجربتين، من هو المرتاح اكثر؟ مين هو علي المؤمن وعلي الملحد؟ تفضل. يمكن اليوم انا اذا يريد يسموني كافر خليه يسموني كافر، يمكن انا كافر هسه حاليا اكثر صحه من قبل، اكثر مما كنت مسلم.
ساعات نوم متواصلة، من ساعات آخر نوم صحي، لا قاعدة من الصبح وصلاة فجر وغيره، ولا يعني فد اكتفاء ذاتي بالنوم، فد اكتفاء ذاتي بالراحة، ماكو تفكير وتعقيد نفسي، وراي جنة أو وراي نار. اللي فادني أكثر هذا الشيء كله، والصراحة يعني لحد البارحة أنا بالليل أفكر بيها، القدر. ماكو شيء بحياتي اسمه قدر، إنه هذا قدر أو هذا مكتوب. يوم من أحب أدخل على مشروع معين وما صار هذا المشروع، فشل وأنا بدايته، ما راح أنا أنتكي وأقول مو قسمتي مو حظي، هذا قدر اللي، وأنا مؤمن بالقدر، صار لي قدر وأوكي هذا يجوز مو رزقي، رزق غيري. لا يعني مستحيل، أظل مصر إلى أن أحقق هذا الحلم وإلى أن أسويه، وما عندي شيء اسمه قدر. اليوم أنا أصنع قدري بإيدي، اليوم أنا أصنع مستقبلي بإيدي، اليوم أنا ما أقعد أفكر إني أقول إن هذا قسمة ونصيب، ماكو شيء اسمه قسمة ونصيب، وماكو شيء اسمه حظ أو اسمه شيء حصل والله ما أراد لي إنه يحصل لي. يمكن تسمعها بكثرة من المسلمين إنه الله انه ما حاب لي هذا الشيء يصير، يمكن احسن لي بيصالح هذا الشيء. لا، اليوم انا بعيد كل البعد عن هالفكره. اليوم انا انسان اكثر طموح من قبل، اليوم عندي طموح اكثر، اليوم عندي جديه اكثر، اليوم اشقى اتعب اكثر من قبل. فقلت لك اليوم انا اكثر صحيه من قبل، انا اكثر انطي جهد ما كنت قبل. فلا تتوقع انه انا اليوم عايش حسب ما يقولون هم، تعيش صراعات نفسية او تعيش صراعات جسدية اليوم، لا مستحيل، هذا الشيء ما موجود، بالعكس كل العكس، مرتاح اكثر وضميري ما مأنبني، ولا اقعد افكر ولا اقعد اسأل ولا اقعد اشي اسوي. بالضبط. يعني الصراعات النفسية هن اللي بيعيشوها ببكاء، ويعني هذا هو الصراع النفسي. شو الصراع النفسي غير انه تقعد طول الليل تخاف من عقاب كائن وهمي لا يراك ولا تراه، ومهما حكيت لا يسمعك. ويعني اكبر برهان دعاءاتكم يا مسلمين، يعني للاسف الشديد اكبر برهان دعاءاتكم التي لا تستجاب ولا أذ، يعني مثل ما بنقول نحن باللهجة الحلبية أذن من طين وأذن من عجين، يعني ما في حدا بسمعك. يعني فالصراعات النفسية هي اللي خايفين طول الوقت، وطول الوقت الإنسان المؤمن حاسس بالذنب، حاسس إنه في كائن بده يرضيه وهالكائن ما رضي. يعني دائما في صراع ذات نفسه. هو شو الشيء اللي اليوم جانا، انا اقاطع كلامك، شو الشيء اليوم اللي انحل بالدعاء؟ اعطيني في شيء انحل بالدعاء. شغلات الصدف يمكن تنحل، شغله شغلتين يعني بالدعاء، بس اعطيني في شيء مضمون انه ينحل بالدعاء. لو مضمون كان حرروا فلسطين بالدعاء. يعني صار انا مش قد ما حررها يعني، وكله يدعون اللهم اقتل اسرائيل، اللهم موت اسرائيل، اللهم زود دولة إسرائيل، ما انحلت من هذاك اليوم لهذا اليوم. فماكو شيء يا صديقي ينحل بالدعاء، بالضبط شيء ينحل بالعمل بالتفكير كل الأشياء. بالضبط. وهذا الصراع النفسي اللي عم نحكي عليه، يعني الصراع النفسي الملحد بالعكس هو الإنسان المرتاح لضميره، مرتاح نهائيا من هالصراعات هي النفسية اللي يعاني منها المؤمن. يعني الملحد من داخله مرتاح لأنه ما عنده شيء وهمي خايف منه أصلا، يعني وما مستني شيء وهمي يتقدم له جنس وهالأشياء التافهة هي اللي مثل العصا والجزرة، على طول في جزرة قدام تمه وعصاي على طيزه، يلا تضرب من هون وتاكل من هون. يعني هاي هي القصة. علي، أنا بدي أسألك سؤال قبل الأخير تقريبا. اوكي،
شنو كيف شايف مستقبل الملحدين؟ يعني مثل حضرتك انت يعني وسائل التواصل الاجتماعي اكيد اثرت فيك وكانت الشعلة الاساسية انك توصل للالحاد، كيف شايف مستقبل الملحدين انت؟ الى تكاثر، الى انكماش، الى شلون شايف؟ تفضل. انا يعني كل فترة والثانية انه اسوي الدراسة بسيطة، حكم انا يعني خريج محاسبة، انه اسوي في الدراسة بسيطة انه اقعد انطي نسبية نسبة معينة، ارسمها بخيالي وانطيها في نسبية معينة. هاي النسبية انه اليوم عن البارحة فرق، هل هذا الشيء زاد ام قل، واقعد انه اشوف اراجع مو بس فيسبوك او مواقع او غيره، لا احداث يومية، احداث قاعد تصير تتغير بها، تتغير بالمجتمع او اخبار، او وين قاعد نشوف ملحدين، وين قاعد نشوف ناس متنورين، وين قاعد نشوف بالوطن العربي طبعا قاعد يطلعون للساحة وقاعد يسوون برامج مثل صندوق الإسلام أو غيره وغيره وغيره، هواية من البرامج وهواية من اللقاءات الصحفية اللي قاعد تصير، سابقا ما كانت موجودة هاي البرامج، سابقا ما كانت موجودة من قبل 3 سنوات أو حتى من قبل سنة أصلا ما كانت موجودة. قاعد أشوف القنوات الفضائية يعني تلتقي بناس لا دينيين أو تناقش أفكارهم أو تطرح أفكارهم، هذا كله سبب الانتشار، هذا سبب كله انه الناس بدأت تفكر، الملحدين بدأوا يظهرون على الساحة، بدأوا يطلعون، اللي خايف خلاص زال الخوف من عنده وبدأ يطلع. انا كلامي ما موجه للرجال بس، انا كلامي حتى موجه حتى للنساء، يعني هو احنا قاعد نلاحظ ونشوف في بنات على مواقع التواصل، في بنات عم يسجلون، في بنات عم ينشرون ونشوف منشوراتهم واحدة، وفي شباب ومتابع يعني ومتابع، واشوف انه هالكمية تزيد بزيادة جدا كثيرة. طبعا عندي قليل فارسية من 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 صديق، فمرات انه اقعد اتعلم بعض من اللغة الفارسية او من التركية، احب اللغة جدا، احب اللغة، فمرات انه على ترانسليت اقعد اكتب مثلا بفلان لغة فارسية او تركية، ابحث عن ملحدين اتراكي او عن ملحدين ايرانيين او افغان، قاعد يعني اشوف هواية ناس من هاي الدول تتوجه نحو التنوير، نحو الالحاد، مو بس عرب، لا مسلمين يعني مو عرب، يعني خلفياتهم مو عربية، أجانب خلينا نقول ومن غير دول، وهي الظاهرة بانتشار اليوم، وهي الظاهرة بدأت تطلع أكثر وتنتشر إعلاميا أكثر. 15 سنة إذا يعني إذا ما كذب لساني أو عقلي، 15 سنة راح أصير حتى أحزاب، حتى مجموعات راح أصير، وراح أشارك حتى أعتقد يعني حتى راح أشارك وباقي الأحزاب وتنافسها، حتى يجوز بصياغات غير صياغات، كلام غير كلام، بعناوين غير عناوين، بس انه راح يصير لهم مكان بوسط هذا المجتمع، حتى لو كان مجتمع اسلامي او مجتمع عربي راح يتقبلهم بزور بالغصب، راح يتقبلهم لان الناس قاعد تتجه وترفض الدين وما تريد الدين. يعني انت ما تقعد تغصب الناس كلها، اوكي انت تغصب لك 1 2 10 100 200، بس اليوم اذا صاروا عندك في 4000 ملحد 5000 ملحد، انت ما راح تجرم كل الناس هذول 5000، وما راح تقتلهم وما راح تلغيهم من المجتمع، راح يصيرون عندك في فئه جدا كبيره. واليوم الملحدين جدا بزياده، وانا دا الاحظهم بالعراق وبغير العراق ومصر وبالجزائر وتونس والمغرب بزياده جدا مو طبيعيه، حتى بالسعوديه، يمكن اذا ما اكذب لك اذا قلت لك عدد الملحدين في السعوديه يمكن اكثر من عدد البلدان العربيه، جدا 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 هواية ملحدين أكثر حتى بالسعودية، بالرغم من هي مدينة خلينا نقول الأكثر إسلامية وتشدد، بس بيها ملحدين هواية، أصدقاء عندي ملحدين بيها وموجودين وكثرة، بس خوف من الحكم، خوف من السلطة، السعودية ما يقدرون يبرزون على الساحة،
لان الحكم يكون ضرب الاعناق يعني، هذا كافر غير دينه فيخافون على رقابهم لا اكثر ولا اقل. فبعد 15 سنه اعتقد لا، الحال راح يتغير جذريا نهائيا يتغير. طيب انا بشكرك اخوي علي على هالوقت الطيب اللي اعطيتنا اياه. بصراحه الاخ حكمت عم بيقول لي احمد مباشر يا ريت مواعيد البث المباشر، احمد مباشر يا ريت مواعيد البث المباشر. على كل إن انا بصراحه دورت على احمد مباشر ما لقيت احمد مباشر، فما بعرف مين احمد مباشر يعني. على كل حال اللي فهمته أنا إنه مواعيد البث عنا المباشر طبعاً يومياً الساعة 8 بتوقيت لندن، في عنا هون بث مباشر. لا تحب بث مباشر أو لا تحب رقية شرعية نسوي له عادي، إحنا موجودين يعني للكل يعني. نحن طبعاً بكرة راح يكون عنا حلقة مقارنات، راح أكون أنا وحدي فيها. يوم الخميس كان المفروض يكون عن صحيح البخاري، ولكن أنا راح أخوي حكمة راح نساوي أظن محمد من الألف إلى الياء الساعة 8. يوم الجمعة كمان في حلقة بس لسه ماني متأكد منها بالضبط. على كل إنه يوم الساعة 8 طبعا راح تكون، يوم السبت كمان الساعة 8 في حلقة، يوم الأحد في عنا حلقة الساعة 5 بتوقيت لندن مع نبينا سامي الذيب، الحلقة الرابعة في أخطاء القرآن، والساعة 8 راح تكون أظن صحيح البخاري لازم تكون. على كل أصدقائي يعني أنا بتمنى متابعاتكم، وبتمنى تساعدونا بنشر القناة هاي، لأنه قناتنا مثل ما بتعرفوا جديدة، وقناتنا القديمة سكروها، ف يعني خسرنا كثير من المتابعين. انا بتمنى تساعدونا في المتابعه. على كل يعني نحن وصلنا لنهايه الحلقه. اخي علي، كلمه اخيره بتحب توجهها ان كان للملحدين او المسلمين عموما، كلمه اخيره بتحب تقولها في الحلقه، تفضل. شكرا جزيلا لك جان من خلال البث هاي الحلقه لي واللي طلعت بها. شكرا للأصدقاء إن كانوا من خلفيات دينية أو كانوا ملحدين أو لا دينيين أو ربوبيين، المهم لا أي إنسان تحياتي له. أحب أوجه إنه فكروا بعقلكم، فكروا بإنسانيتكم، خليكم بعيدين عن الدين ولو للحظة من اللحظات. شوفوا شنو التغيير اللي راح يصير وياكم، هل تجيكم صاعقة؟ هل راح تختفون من على وجه كرة الأرض؟ يعني راح تطلعون من هاي الأرض إنه أنتم إذا فكرتوا بعقل ووعي بعيداً عن الدين بس للحظة من اللحظات فكروا، وراح تنحل كل العقد وكل المسائل اللي عندكم. استخدموا العقل، السلاح الوحيد هو سلاح ذو الحدين، أنا أعتبر العقل. العقل هو أهم من الدين، الدراسة هي أهم من كل الأشياء، من كل الأمور، من كل المسميات، من كل الطائفية اللي موجودة. اليوم إحنا نعاني وكل إنسان يعاني، دولنا تدمرت، شنو اللي حصلنا؟ بلادنا من أغنى البلدان وما حصلنا شيء، وحاليا مهاجرين ودول أوروبا كلها إحنا منتشرين، والسبب شو هو يعني؟ هل باعتقادكم إنه سبب تافه وبسيط؟ لا، سبب مو تافه وبسيط، السبب اللي قاعد نعاني به. أنا أعاني وغيري يعاني، السوري يعاني وكل إنسان يعاني، سبب الدين لا أكثر ولا أقل. فخليكم واعيين، فخليكم نصوحين ولو للحظة من اللحظات. حاولوا تضغطون على أنفسكم وتفكرون بس لو مجرد حتى لو لحظة إنه تقعد وتفكر أنت بينك وبين نفسك، هل هذا الطريق اللي ماشي بيه أنا صح أو غلط؟ بعد ما أقدر يعني أضيف في شيء معين إنه عقله هو ذا ما ضاف، لأ أنا راح أضيف له، أكيد أنه لازم عقلي أضيف له. أنا بشكرك أخوي علي، وأنا أضم صوتي لصوتك أنه يا جماعة المؤمنين خصوصا، لأنه الملحدين ما بدهم توصاية. على كل الملحدين خرجوا من
المأزق أو الكارثة الإنسانية خلينا نقول اللي بسمى الدين، على كل إن يعني هم المؤمنين هم اللي يحتاجون إنه بس يرفعوا الهالة القدسية عن هالأفكار هاي المقدسة عندهم، يشيلوا هالة القدسية ويحاكموها بعقلهم ولو لبضع دقائق، وراح تشوفوا النتيجة شو هي. النتيجة إنه راح تكتشف إنه انضحك عليك عمر كامل، وما بس انضحك عليك، انضحك على أهلك ومجتمعك ودمر بلادك هالفكر هذا الخرافي الوهمي. بشكرك أخوي علي وأشكركم أصدقائي على حبيبي. طبعا اليوم الجمعة في عنا مناظرة، أذكر أصدقائي يوم الجمعة الساعة 2 بتوقيت لندن في عنا مناظرة بين الأخ حكمة ابن كثير والأخ أحمد سلمو. طبعا أحمد سلمو من طرف المسلم، والأخ حكمة من طرف الملحد الكافر الزنديق. أشكركم أصدقائي وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء، شكراً.